مثلا هتلاقي الليمون مثلا بيظبط السكر، الليمون بيعالج القولون. القولون. طب الليمون مش حمضي صح؟ يقول لك ده حمض، بس بيتحول في الجسم الى قلوي. احنا قبل كده اتكلمنا عن القلويه. الجسم القلوي هو الجسم اللي هو الميكروبات ما تنتجش فيه، هو الجسم اللي يتمتع بالصحه. الجسم القلوي، الست او الراجل جسمهم قلوي تلاقي بشرتهم كويسه، ما عندهمش حبوب، ما عندهمش بثور. الجسم القلوي بيخلي الكلى او البوتاسيوم كمان اللي موجود في الليمون بيخلي الكلى ما تخزنش الميه، فالميه ما بتتخزنش في الجسم. لو وجدوا ان الليمون يوميا بفضل الله بيعمل ايه غير ان هو بيعمل القولون، غير ان هو بيعالج الضغط وبيعالج السكر، بيشيل الترسبات اللي موجوده في الكلى، بيقلل الكوليسترول، بيقلل اللي هي الدهون الغير اللازمه اللي موجوده في الدم.